السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نشوف مع بعض ازاي نعمل لوحة خاصة بالاريا. انا عندي هنا اللوحة، هنا مديني معلومات عن اسم الغرفة. طب انا عايز اعتمد على الاريا، عايز اشوف المساحات الحاجات دي. طيب خلينا اجي هنا من اركتكتشر واجي هنا على الجزء بتاع الاريا. هلاقي هنا في سهم صغير بيقول لي color scheme، هنتكلم عنها. تمام، هنتكلم عنها في المحاضرة دي ان شاء الله. الاريا اند فوليوم، ده الحساب بتاعتك. هل انت عايز الكمبيوتر اوتوماتيك يقعد يحسب الاريا بس، ولا يحسب الاريا والفوليوم؟ الاريا بس بتاخد وقت اقل، لما بتحسب الاريا والفوليوم فدي بياخد وقت اكتر. فانت بتشوف هل انت محتاج المعلومه بتاعت الفوليوم ولا مش محتاج. لو مش محتاج خليك في الاريا. طيب لما يجي يحسب الاريا، هل يحسب الاريا بتاعت الروم دي من الوول فينيش، ولا من الوول سنتر، ولا من الوول كور بلاير لاير، ولا من الوول كور سنتر؟ اللاير الحيطه نفسها هيحسبها من بره خالص، ولا يحسبها من نص الحيطه، ولا من نص الكور؟ طيب عندنا هنا الاريا سكيم، هو مقسمها لجراس بيلدينج ورينتابل، الحاجه الخاصه بالايجار، وتقدر تعمل اكتر من نوع، وده هيفيدك لما ندخل في موضوع التلوين. طيب هنيجي دلوقتي هنا نقول له ان انا عايز اعمل الاريا بلان، تمام، للدور اللي احنا واقفين فيه. ممكن تعلم عليهم كلهم ويعملهم كلهم في لحظة واحدة في ثواني. هو عمل ايه بقى؟ عمل حدود للحيطة اهي، تمام. لاحظ ان هنا الحيطة مفيش هنا حيطة، فهو حسبها بالشكل دوت، تمام، ان هنا الحيطة الخارجية اهيت، تمام، السمك دوت اهو اللي هو يعتبر زي الزجاج وكده اهو. طيب ده كده كلها حتة واحدة، يعني لو انا جيت هنا وقلت له عايز اريا هيحسب لي المبنى كله الاريا بتاعته. طيب انا عايز اقسمه لحتت، تمام. ممكن تكون مثلا عايز تحسب كل شقه لوحديها، تمام، ممكن تكون عايز تحسب كل فراغ لوحديها. فانا هاجي هنا واقول له انا عايز اريا باوندري، تمام. هبدا اقسم بقى بالشكل دوت اهو، حسب. ممكن تخلي الاثنين دول اريا واحده لو انت حابب. هنا بعلم على الحيطه، هو يعملها. ممكن تلاقي حته معينه انت عايز ان انت ترسم لاين، فتختار ان انت ترسم لاين وتبدا ترسم بالشكل دوت، تمام. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا الحته دي مثلا، تيجي هنا تلاقي ياخد الحته دي كلها مره واحده، فتقول له انا عايز انا ارسم انا الحته بالشكل دوت، تمام. طيب بعد ما اخلص عملنا الاريا، تمام. طبعا انت ممكن تعمل الجزء برضو اللي تحت دوت لو انت حابب. وهكذا. طيب ممكن تيجي بعد كده تقول له انا عايز اعمل اريا، فتبدا تحط الاريا بالشكل دوت. هو اوتوماتيك هيكتب الاسم اللي انت عايزه للاريا، ويبدا يحسب المساحه بتاعتها بالشكل دوت. تقريبا كله بنفس اللون. طيب انا دلوقتي بقى مش عايز نفس اللون، عايز ابدا احط بقى ايه. خلي بالك هنا مفيش حاجه خارجيه هنا، فبيقول لك لا مفيش، جايب لك مربع وبيقول لك انها مش يعني هتبقى حاجه فاضيه كده في الهواء. طيب احنا كده حطينا كل الاريا، تقدر تعمل سيلكت عليها وتقدر تديها الاسم اللي انت عايزه، تمام، وتدي النمبر وتغير النمبر زي ما انت عايز، تمام. ده هنا الاريا. طيب هل هي اوفيس اريا، هل هي فلور اريا، هل هي زي ما انت عايز، تبدا تحدد نوع الاريا اللي انت عايزها، تمام. بعد كده هيطلع لك في الجدول ان عندي اريات بالشكل دوت، والمساحه بتاعتهم كذا، والاريا تايب بتاعتها كذا، وهكذا، تمام. ده الاسم بتاع الاريا، وده الفيس بتاعتها، وده النمبر بتاعتها، وتقدر تحط مثلا معلومات عن الاكوبانسي، تحط مع زي ما انت ده الروم، اسف عملت سيلكت على الروم، المفروض بقى نعمل سيلكت على الاريا اهي. هتلاقي هنا البيلدنج اريا اللي انت عايزها، اوفيس مثلا، النيم، كومنت، الاسم بتاعها، الليفل، وكذا. طيب دلوقتي بقى عايزين نشوف بقى موضوع التلوين. فهتيجي هنا لما تيجي عند انوتيت وهتقول له كلر في الليجند، وتبدا تختار، فبيقول انت عايز تلون بايه الاريا. طيب
عايز تلون بالرنتابل اريا بالشكل دوت، فيبدأ يشوف لك بقى حسب النوع الحاجة اللي انت اخترتها. يعني لو انا جيت هنا وقلت له النوع دوت مثلا اوفيس اريا، تمام اهو. طب عايزين نخليه مثلا ستور اريا، يبدأ يديها لون مختلف ويبدأ يعمل هنا. طيب لو انا عايز اغير في ديت، ممكن تعمل سيلكت هنا وتدخل في الايديت تايب، هتلاقي امكانيه ان انت تغير الكلر. اهم حاجه اللي هي الفاليو ديسبلاي، هل يعرض لك كل الاريا حتى لو الاريا دي مش موجوده في اللوحه دي بس موجوده في المشروع، ولا باي فيو؟ انا بفضل باي فيو. وبعد كده شو تايتل، هل انت عايز يظهر العنوان هنا ولا لا؟ تمام، فانا بحب ان انا اظهر العنوان، هقول له اوكي وادخل هنا على اديت سكيما وابدا اشوف بقى ايه الحاجات الموجوده. ممكن اقول له نيو واقول له مثلا اريا، ونبدا نعمل الاريا دي مثلا بالاريا. يعني ايه بالاريا؟ بالارقام، هو هنا يبدا يرقمها بالشكل ده. اوكي، هتلاقي ان انا عندي هنا دي 50 ودي 50، فخدوا نفس الرقم. ودي مثلا 99 واخده لون مختلف، دي 49 واخده لون مختلف، وهكذا. هو بيبدا يشوف ايه الحاجات اللي بالشكل دوت ويبدا يخليها كده. ممكن تلاقي ان الارقام كتيره فتقول له باي رينج. يعني ايه باي رينج؟ يعني من كذا لكذا ياخد لون ومن كذا لكذا ياخد لون. طبعا انت ينفع تقول له انا مش عايز دي تظهر معايا، ممكن تقول له غير لي اللون ده، اللون مثلا انا بحبه بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز مثلا دي، تقدر تغير في الالوان، تخلي ده مثلا ايه 10 مثلا، وتخلي دي رقم تاني، وهكذا. تقدر تزود ارقام زي ما انت عايز، تمام. ممكن تقول له مثلا دي مش فاكر متحكم 100 مثلا، تمام. طيب هتخلي دي مثلا 50، وتبدأ تخلي دي مثلا من كذا لكذا، يبقى عندنا من 50، من 0 ل 50 كذا، من 50 ل 125 كذا، من 125 ل 200 كذا، وهكذا. تبدأ تعمل تدرجات في الألوان. طيب أنا مش عايز كده، أنا عايزها بالنيم مثلا حسب الاسم اللي موجود. طبعا مش هينفع الرينج، هيبقى باي فاليو، هتبقى بالشكل دوت، تمام. طيب لو أنا جيت علمت على دوت وغيرت الاسم بتاعه، غيرت الاسم بتاعه الاريا اهو، تمام، هتلاقي خد لون مختلف، تمام. طيب لو انا عملت سيلكت على دوت ودخلت، النمبر اختلف، وهكذا. المحيط هيختلف، الاريا هيختلف. ممكن تقول له بالاريا، طيب ممكن تقول له انا عايزها بالاريا، هو بيبدأ يقول لك هتبقى معروضة بأي شكل، تمام. طيب دوت الاوبشن ده انكلود element فروم لينك، لو انت ساحب اي حاجة لينك من انشائي من كذا وفيها اريا، يبدا برضو يحسبها معاك. يعني طبعا احنا مش عندنا الاريا بس، احنا بس عشان اللوحه دي فيها اريا فظهر بالشكل دوت. انما لو انت عامل لوحه مثلا بتاعه فلور زي دي مثلا، وقلت له انا عايز احسب السكيم اهيت كلر في الليجند، هتلاقي ظهر لك الاتش باك زون والروم والسبيس. والروم طبعا هيتظهر معاك حاجات خاصه مثلا بالفينش والحاجات دي كلها. يعني لما تقول له اوكي وتقول له مثلا انا عايز اخليها مثلا بالنمبر، عايز اخليها بكذا، وتلاقي معلومات كتيره جدا تقدر تلون من خلالها. يعني ممكن تلون الروم، تلونها مثلا بالاريا، بالفلور فينش، بالسيلينج فينش، بالوول فينش، وهكذا.